بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 12. الحمد لله رب العالمين، يمن على من يشاء بفضله ويخذل من يشاء بعدله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد خير من دعا إلى ربه وعلى آله وصحبه، وبعد. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يشرع للمسلم في تعامله مع الناس، فقال رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: ارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. وفي الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله عز وجل. وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. هذا لفظ الماثور عنها. وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده.
فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك، وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من الظلم، وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأت لهم ما تحب أن يأتوه إليك. وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. ثم قال رحمه الله: وبعض الناس يقول إني أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له عليك، وإذا أردت الله دفع شره عنك ودفعه، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك، فإنه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلطه عليك، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه مقتطفات من كلام الشيخ رحمه الله على هذا الموضوع الجليل، موضوع التعامل مع الله والتعامل مع الناس والتعامل مع النفس، وأن من أصلح معاملته مع الله فعبده حق عبادته ولم يعبد أحدا سواه كفاه شر الناس وشر نفسه وأمنه مما يخاف. وأما من خاف الناس فأرضاهم بسخط الله، فإن الله يعكس عليه مطلوبه ويسلط عليه عدوه ويصبح عمله وبالا عليه، فيجب على المسلم أن يخشى الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكف عدوانه عن الناس ويكف نفسه عن المعاصي وينصح لإخوانه المسلمين. هذا هو السبيل الصحيح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.